في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة هدى رمزي وعن ابنها الوحيد حسن اللي أصبح فنان شاب في الوسط الفني، واللي محدش يعرفه إن الفنانة هدى رمزي هي عمة الفنان شريف رمزي. وهنشوف شكل الفنانة هدى رمزي الآن بعمر 63 سنة، وكمان هنكشف عدد أزواج الفنانة هدى رمزي ومين هم أزواج الفنانة هدى رمزي. الفنانة هدى رمزي مفيش أي شيخ يقدر يقنعني أسيب التمثيل، والفنانة سهير رمزي صحت جوايا الحنين للفن. هدى رمزي الفنانة المصرية المعتزلة تصدرت اهتمام الجمهور اليوم بعد عودتها للظهور الإعلامي بعد فترة طويلة من الابتعاد، وحل الضيافة على برنامج كلام الناس على قناة MBC مصر في أول ظهور إعلامي منذ ما يقرب من 30 عام، وكشفت عدة أسرار من حياتها لأول مرة. وتحدثت الفنانة هدى رمزي عن سر حفاظها على جمالها وقالت إنها تلتزم بنظام غذائي وحياتي معين، ومنه التزامها بالنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا طوال حياتها، وترى أن ذلك يحافظ على أشياء كثيرة، وتحرص على تناول الأطعمة المفيدة مثل الخضروات والفواكه. ولكن نظامها تأثر في العامين الأخيرين بسبب فترة الحجر الصحي، ولكن تحاول هذه الأيام العودة إلى نظامها الغذائي والحياة السابق. وأعربت الفنانة المصرية هدى رمزي عن حزنها لتراجع مستوى الفن في مصر بعدما كان في الريادة، وتقدم دول أخرى عليه مثل سوريا ولبنان وتركيا والهند، مشيرة إلى أن الفن تحول إلى تجارة. وفي أول ظهور لها على الإعلام بعد غياب 30 عام عن الشاشة، قالت الفنانة هدى رمزي بتأثر: زعلانة جدا إن مصر كان الفن فيها له الريادة في الوطن العربي والشرق الأوسط، بيجي جابلينا سوريا ولبنان وتركيا والهند، عندنا فنانين عظماء بس مفيش نجوم، وأنا مفتقدة جدا الحياة اللي كنت عايشاها من قبل. وأضافت: أنا ببكي على الحياة الفنية في مصر، كان الجو زمان حلو وفيه احترام ومنافسة شريفة، جيلي وحشني ونفسي حالة الحب اللي كنا عايشينها ترجع تاني. مشيرة إلى أن الفن أصبح تجارة في الغالب، وعن احتمالية عودتها للتمثيل من جديد بعد غياب سنوات، قالت الفنانة هدى رمزي: بدأت أحن للخروج إلى التمثيل بعد عودة الفنانة سهير رمزي للفن، ولكن عايزة أعمل حاجة أحس إني كنت عايزة أعملها. وحول سبب اعتزالها الفن، نفت الفنانة أن يكون ابتعادها عن الفن بعد مقابلتها أحد علماء الدين الذي أثر عليها وجعلها تعتزل الفن، مشيرة إلى أن أسباب شخصية لم تكشف تفاصيلها كانت وراء الابتعاد عن الفن خلال تلك السنوات. وقالت الفنانة هدى رمزي: ولا بقتنع بالكلام ده، ولا أنا من الشخصيات اللي بتمشي وراء كلام الشيخ قال اعملي وما تعمليش. ووجهت الفنانة هدى رمزي إهانة قاسية لشيوخ الدين، وردا على سؤال هل كان اعتزالك بناء على نصيحة من الشيخ الشعراوي أو أحد الشيوخ وهل ارتديت الحجاب، قالت الفنانة هدى رمزي: أنا لا أقتنع بهذا الكلام ولا أمشي في سكة الشيخ قال كذا، وعمري ما قابلت الشيخ الشعراوي ومليش علاقة بالشيوخ. وتابعت: مرة واحدة حضرت مجلس علم عند صديقة وقعدت بعيد عند الباب وزهقت ومشيت. وأكملت: أنا لم أتحجب لكني احتشمت ووضعت شيء يغطي جزء صغير من شعري من باب الاحتشام، لكن شلت بعد ذلك. وأضافت: اعتزالي كان لأسباب شخصية لا أستطيع الكشف عنها، وأحترم الفنان الذي يحترم حياته الشخصية ولا يكشف لجمهوره إلا عن أشياء يجب أن يعرفها عنه فقط، وعدم التطرق للحياة الشخصية. أزواج الفنانة هدى رمزي: هدى رمزي تزوجت 5 مرات، حيث تزوجت في بداية حياتها من ممثل اسمه خالد ولم يستمر زواجهما كثيرا، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال طه غانم ورزق بابنهم حسن.
ولكن انفصل بسبب كثرة المشاكل. هدى رمزي تزوجت أيضا من محامي يدعى سمير عيسى لفترة قصيرة، بعدها تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي انفصل عنها 3 مرات في عام واحد وانتهى بالطلاق، وتزوجت للمرة الخامسة من شريف عبد المنعم لاعب النادي الأهلي وانفصل عنها. ابن الفنانة هدى رمزي الذي أخفته عن الإعلام والجميع. قالت الفنانة هدى رمزي أن لديها ابن يسمى حسن، وهي التي أسمته بهذا الاسم نسبة لاسم والدها الراحل، مشيرة إلى أنها تحب ابنها كثيرا لدرجة أنه يشعر بالاختناق من كثرة تعلقها به. وأضافت الفنانة هدى رمزي أن ابنها لديه موهبة كبيرة جدا في الفن ويحب التمثيل كثيرا ويجيد الموسيقى جدا، قائلة هو دائما يجيد كل حاجة بيعملها. وأوضحت الفنانة هدى رمزي إنها دائما تشعر بالفخر بابنها، موضحة إنها كانت تصحبه في الصغر لجميع مواقع التصوير. وكشفت الفنانة هدى رمزي تفاصيل علاقتها بابنها الوحيد حسن، وقالت إن هو موهوب ويعمل في مجال الموسيقى، وقالت إنها تحبه حب كبير وفخورة به، وقالت إن تربية ابنها كانت الأولوية بالنسبة لها في حياتها، وكانت تصطحبه معها في كل مكان وفي مواقع التصوير المختلفة حتى خارج مصر. وبكت الفنانة هدى رمزي خلال استضافتها ببرنامج كلام الناس المذاع عبر فضائية MBC مصر، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد 30 عام من الاعتزال بسبب تذكرها لجيلها من الفنانين. وقالت الفنانة هدى رمزي أنا بشوف جيل النهاردة بقول دول مش فاضيين، ما عندهمش الحب اللي كان عندنا، كنا بنزعل آخر يوم تصوير عشان مش هنشوف بعض تاني. واعتزلت الفنانة هدى رمزي العمل الفني في عام 1993 وهي ابنة المخرج حسن رمزي واخوها المنتج السينمائي محمد رمزي. درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، واعتزلت السينما بعد أن ارتدت الحجاب وابتعدت عن الفن والأضواء بشكل نهائي. أهم أعمالها حنف الأبهة وجري الوحوش وبئر الحرمان وعصر الذئاب ومع سبق الإصرار وامرأتان والرداء الأبيض ومسلسلات أحلام الفتى الطائر والسمان والخريف وبنت الأيام والزوجة آخر من تعلم والحب وأشياء أخرى وعلى الزيبق.